لا شك بأنه هذا العالم المليء بالمصاعب والمآسي وحتى الكوارث اللي ممكن تصادفنا وللأسف الشديد عم نتعايش معها، عم بيعيشوا معنا فيها أيضا أطفالنا اللي قد لا يكونوا مع إدراك كامل لمجريات الحياة أو أقل تقبلا منا لهذه الصدمات بحجمها المفجع. رنين حنا كيفك؟ يا هلا. كيف بحكي لابني اليوم هيك صار بسوريا، هيك صار بتركيا، هذا أمر طبيعي؟ هيك أكيد الموضوع مش سهل علينا كأهل وعلى أطفالنا إذا شافوا وانكشفوا للموضوع. هيك مصطفى الإشي كتير بتعلق بشو، قديش عمر الولد، قديش عمر الشاب، قديش عمر الصبية. هل إحنا عم نحكي عن طفولة مبكرة ولا عم نحكي عن شباب وصبايا؟ إذا بنحكي عن طفولة مبكرة وإحنا بنعرف مثلاً إنه مش أكيد ابني هيك انكشف لهاي الزلزال، ولكن نعرف مثلاً إنه هو رايح على الروضة وممكن يعطوا هيك محل لهذا الموضوع، فكتير منيح إحنا كأهل نصغي للمكان الداخلي للعاطفي لوين موجود ابننا من ناحية النفسية. إذا إجا من الروضة وإحنا متخيلين هذا الموضوع، فمهم كتير إحنا نشوف شو هو بعرف. لما إحنا نفهم شو هو بعرف ونحس إذا في مخاوف معينة، إذا في قلق، كيف مرقوا له المواد، وبالتالي إحنا كمان مهم نوجه له المعلومات. إذا هو سمع إنه في هزة وحسينه هيك شوي في هلع أو في توتر، إحنا نعطيه المعلومات اللي هي مناسبة للجيل من ناحية تطور ذهني، من ناحية تطور عاطفي، من ناحية تطور اجتماعي، لأنه في كتير مضامين إحنا الأهل إحنا بنقدر نأثر على المكان العاطفي تبع الولد أو البنت. يعني إذا هو في جيل إنه أنا متأكد إنه مش رح يشوف المواد هاي، ما بصير أجي أسقط عليه عرفت شو صار في تركيا، سمعت شو تقولي، مرات مش ما فيش داعي خليه بعالم. بالذات إذا إحنا عنا المقدرة كأهل، وهذا كمان مهم إنه ننتبه له، قديش إحنا كأهل عامل بأثر إنه قديش ابني ينكشف على هالمواد. بس تعرفي يعني إذا في زلزال، إحدى صديقاته، آسف لمقاطعتك، بتقول لي بجيب بنتي من الروضة، بلاقي المعلمة بسألها عن الولد، بتقول لي ما حداش فيه ضحك اليوم، لعب اليوم، بتقولها لمين إله نفس يضحك. وكأنه بتسألني بتقول لي طب قد إحنا البالغين اللي ممكن يكون عن جد ما إلنا جلادي أو قدرة على الضحك أو التفاعل العادي بيوم فيه مصاب أليم وكارثي، كيف ممكن نفصل بأنه ما نمركش هاي الطاقة؟ هذا كمان أنت موضوع جبته هيك كتير مهم. إحنا البالغين قديش مهم مشاعرنا، قلقنا، مخاوفنا لما إحنا نيجي نتعامل مع طفل، هل هو بالبيت أو بالمحل اللي هو مؤسسة تربوية، قدي إحنا ما نسقط وما هيك نعكس للولد شو إحنا المكان اللي فيه والمخاوف تبعتنا. لأنه الطفل إذا إحنا ما بنعطيه مكان يحس فيه بالأمان، هذا بالتالي بيأثر على نفسيته. يعني إذا أنا شايفة وفايقة على السوشيال ميديا وشايفة قديش الصعوبات والمصايب بالدنيا كلها، أنا بقدر أتنفس. لما أجي عند الولد أو البنت أعرف شو المضامين اللي أحكيها اللي تكون مناسبة كمان مرة، وأنا ألاقي المكان المناسب أفرغ هاي القلق تبعي. من ناحية تانية في البيت إذا في زلزال، مهم كتير إحنا ننتبه كيف إحنا هيك نحمي الأولاد. يعني مفضل، ليش أقول ممنوع، مفضل ما نحط التلفزيون 24 ساعة على مناظر الزلزال ومشاهد اللي هي كتير ممكن توتر الأطفال، وإحنا ما ننتبه إنه بعدين بالليل نحس القلق بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن في كتير أطفال القلق والمخاوف تيجيش بطريقة مباشرة، بتيجي بطريقة غير مباشرة. أوكي، مثل مثلا إذا بتحب هيك نوسع أكثر، إنه صعب يناموا، تبول إرادي، حلم مزعج مثلا، كل هاي الأمور بعدش بدهم يطلع. أنا في صديقة لقيت وجهت لها بتقول لي رنين ابني بدهش يروح على الدورة، ابني بدهش يترك البيت لأنه كتير كتير عم بيطلع مخاوف إنه بلكي صار زلزال وأنا بالبيت وأنا مش بالبيت، شو بدي يصير فيه. يعني كتير إحنا مهم هيك نصغي أول إشي للعمر تبع الطفل أو الطفلة أو الولد أو الشاب أو الصبية، أي مضامين هن بنكشفوا عليها وكيف ممكن نحميهم من هذا المحل كمان. وفي حال مبلا نعرف إنه شافوا ونكشفوا لهاي الشغلات، ممكن إحنا نتعامل مع المحل إنه شو أنت بتعرف، شو أنت فاهم، وإذا في عندك سؤال أنا موجودة. نعطيهم المحل اللي الأمان، هذا إنه ما نوعدهم إنه ما مش راح يصير فيه زلزال، وإنما أكتر نيجي من المحل اللي هن موجودين فيه وممكن نبحث مع بعض شو يعني هزة أرضية. في مقولة بتقول الإفراط أو الحماية المبالغ فيها هي أذى.
هذا بتعلق بالموضوع. اذا احنا يعني الحمايه مبالغ فيها مش عم نقول انه بدي احضر ابني لعالم مدينه فاضله، ما العالم فيه كوارث بده يكبر وبده يشوف. مزبوط، ولكن اذا بتحكي انت يعني مصطفى عن طفوله مبكره يعني 3-4 سنين، انه ليش تنه يكون شايف كل نهار بالتلفزيون المشاهد الصعبه والمضامين والهلع تبع الناس، واللي هو احنا يعني زي ما بقولوا احنا يعني اسا ولا لاحقا للاسف راح يشوفوا كثير صعوبات بالحياه. قديش احنا ممكن نحميهم من مضامين احنا كانه كبالغين كاهل؟ قديش ممكن ناجل هاي المضامين؟ هل من سوشيال ميديا، هل من تلفزيون، هل من محلات مختلفه بيكون يعني مشكورين. انت كبالغه ومعالجه كيف تهربي من كل هذا الوقت؟ كيف بهرب او بتتلائمي او بتتقبلي؟ مظبوط اللي عم تحكيك فيه، انت عم تقولي كيف تحمي مشاعرك، كيف تقدري تفصلي، كيف تقدري تكوني معالجه وام وانت شايفه انه في كرايسيس بالدنيا كلها. مرات بنفع مع كل هيك الصعوبه بالموضوع انه شوي عن جد نحاول مش كل النهار نكون بهذا المحل. وبتعرف شو مصطفى، بنفع كمان بدل بس نفكر ونحس صعوبات، بنفع كمان مع الاولاد هاي نستغل الموضوع من ناحيه نفسيه، من ناحيه انسانيه، انه تعال نشوف شو ممكن نعمل احنا من بعيد. اوكي، يعني ان شاء الله ما يصير هون بالاساس هون بحيفا وبفلسطين انه ما نحس ولا اي شيء. كيف احنا ممكن نبعيد؟ ممكن نتبرع، ممكن نكتب نرسم رسمه لهدول الاولاد اللي احنا حاسين انهم بصعوبه، ممكن نبعث تبرع، هل من مادي، هل من يعني احتياجات مختلفه. بنفع نرسم لهم رسمه، بنفع نسمعهم موسيقى. ممكن يكون لنا دور ايجابي لو كان بسيط، هذا اللي عم بتقولي بالضبط، حتى لو كاطفال او حتى بالغين. 100%. انا بدي اشكرك رنين على معلومات مفيده. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك.